الرئيس ترامب، أنا أتصور بأنه فريق منسجم وفريق منظم وناتج عن أطار فكر ترامب، يعني حقيقة فريق موالي للكيان الصهيوني وفريق في نفس الوقت له موقف جدا سلبي من موقف إيران في المنطقة. بما أتصور أنه في حال كان هناك انتهاء لحرب غزة وانتهاء لحرب أوكرانيا وانتهاء لحرب لبنان، يعني في الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا، سوف تتجه هذه سوف يتجه هذا الفريق إلى إيران ومحور المقاومة. وفي هذا الوقت أنا أتصور أنه ثلاث محاور مهمة سوف تكون على طاولة الحوارات ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، لكن ليس حوارات بناءة. أنا أتصور سوف يكون هناك نزاعات أيديولوجية ما بين الطرفين، ومن يصطف مع الجانب الإيراني قطعا سيكون معادي للولايات المتحدة، ومن يصطف مع الولايات المتحدة سيكون معادي للجانب الإيراني. هنا تأتي موضوعية انسحاب القوات الأمريكية، يعني بوجود شخصية مثل مارك روبيو وهو يعني لاجئ إلى الولايات المتحدة، يعني والديه لاجئين كانوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من كوبا، وهو أكد بعض من مرارة المتحدين مع إيران، وهو شخصيته يعني حتى في الكونغرس خطاباته موجهة بصورة علنية، ويسمي مثلا الفصائل ويسمي إيران في الكونغرس كأنهم مزعزعين للمحور للمنطقة الشرق الأوسط. فأنا أتصور أنه في الفترات القادمة